مرحبا ومسهلا. اليوم راح اسوي معاكم ادوبو تشيكن. راح اصلها في اللبنيه على النار مع شويه زيت. راح نحط بصل شرايح. وراح انطرح لغاية بس ما يغلي. الحين بعد ما غلى عندنا البصل راح احط ملعقة من الثوم المهروس مع الزنجبيل. وراح احط ورق الغار. خليني لغايه ما تطلع الكتاب. قطعت عندي بيايه كامله وخليت الجلد فيها، بس قصيت الصدر الى جزئين والفخذ الى جزئين. راح اضيفها وراح اخرجها عشان ما يشترك عندنا البصل، وخليها بس تطلع مايها. على نار هادية راح اغطيها وخليها مدة 5 دقائق الى 7 دقائق. والحين بعد مرور 7 دقائق راح اضيف فلفل اسود نص ملعقة، نص ملعقة شاي، وراح أضيف نص ملعقة شاي من كزبرة المخفونة. ونص ملعقة من الملح. ونص ملعقة من السكر. راح أدمج المكونات مع بعضها. والحين راح أضيف ربع كوب من صلصة الصويا، أي ما يعادل 4 ملاعق. وراح اضيف ملعقة واحدة من الخل. والحين راح اضيف نص كوب ماء. وراح اضيف شوية من الكزبرة المفرومة. خلونه على نار هادية لمدة تقريبا 20 إلى 30 دقيقة. وهذه طبختنا لليوم. مش أزعت، راح أقدمها مع ستيكي رايس